شوفي، لازم تعرفي شغلة واحدة بس، إنه مو الكل مثلك يا ريكا. شوفي، هذا هو الدليل. حاكتني بونام وقالت بدها ثيابها. شكرا لك، روحي. طيب ممكن إنه أحكي معه شوي؟ عن شو بدكن تحكوا؟ بصراحة بعتقد ما في شي مهم تحكوا فيه انتو الاثنين. لازم تعرفي انه نحنا هون ما عنا وقت للضحك وكتر الحكي، ماشي؟ روحي. خديهم. روحي تحممي. ماشي. اسمعيني، مو انتي فيكي تروحي. أمي اسمعيني منيح شو بدي قلك. أنا جبتلك كني على هذا البيت، وأنتي لازم تهتمي فيها، وإلا صدقيني رح جيب لها حماية تانية. أنتي هلأ ضايقتي بونام كتير وبدون أي سبب. يلا دولت. في أخبار جديدة عن بونام؟ كنت بدي اتصل فيها وحاكيها اليوم الصبح، بس أبوها منعني إنه أحكي معها. هو قطع كل الروابط بيناتهم، بس أنا كمان إمها، أنا اللي خلفتها، كيف بدي أقطع علاقتي فيها؟ ليكي يا شوتي أما، أنا ما ودعتها لبونام منيح قبل ما تروح، حتى جبت لها ثياب ومجوهرات، بس ما قدرت أعطيها أي شيء، ما صحت لي الفرصة لأعطيها إياهن. أعطيها إياهن هلأ. في تقليد منتبعه تاني يوم العرس، البنات بيزوروا بيت أبوهن تاني يوم. عن جد؟ طيب والطريقة اللي تزوجت فيها؟ أكيد لا كان ما رح يسمح لها إنه تيجي لهون. لا كان اتبع كل الطقوس وقت اللي تزوج بونام. وبرأيي هذا التقليد لازم يعملوا كمان. أنا ما بظن إنه لاكان يسمح لبونام تجي لهون. يلا روحوا أنتوا وعزموهن. عشو عم تطلعوا؟ هي متزوجة وهالشي بخص حياتها. بس يا أختي لاكان كمان هو. أنتوا لازم تبادروا، إذا زرعتوا بذور الحب بتحصدوا حب، والعكس صحيح كمان. ما رح نخسر شيء إذا جربنا. شوتي، روحي مع فيملا مشان تعزموا لكان وبنا. جبت لك شغلة، حطيها على شعرك. لك شبك بونام، ما سمعتي شو حكيت؟ بلا.
يلا. لحظة، أنا جبت لك ياها إلك وأنتي قطعتيها. بس أعطيني لحظة، استنى شوي، أنا بلمون. اسمعي شو بدي أحكي وعملي اللي بقوله، فهمتي علي شو قلت؟ يلا تعالي. قلي لشوف شو عملت مرتك هلأ يا لكان، ها؟ تعال قلي لوين أخدها؟ يا لكان؟ تبهدلت مرتين اليوم بسببها لهالبنت، وبظن هلأ صار دورة. خليكي هون. هاي انت يا بياع الورد، ايه انت، تعال هون. يلا تعال. يلا روحوا من هون، هذا موضوع شخصي. خير يا سيد، انا بشو غلطت يا محتال؟ عم تبيع ورد مغشوش؟ ها؟ أنا جبت طوق ورد لمرتي وانقطع بسرعة، قلي كيف؟ يلا جاوبني، ليش ساكت؟ احكي! لحق علي يا لكان! إذا بس هيك الموضوع يا سيد، هلأ بعطيك واحد تاني. بس إذا رجع انقطع مرة تانية دولت رح يكسر لك راسك. أنا وعدت حالي إنه ما عاد رح أضرب حدا أبداً.